طبعا روح وليد، الاهلي. وليد عبقري. نرحب بيك كابتن وليد صلاح الدين مدير الكره بنادي الاتحاد، اهلا وسهلا بيك حبيبي. حبيبي يا عبد، ازيك يا عبد الحميد؟ دخلت الاتحاد اللي احنا ما فيش حاجه اسمها استسلام، ممكن نجيب جون في الدقيقه 95، في الدقيقه 90، في الدقيقه 80، لكن ما فيش حاجه اسمها استسلام يا كابتن وليد. خليني احييك بس، واحيي كابتني الكبير كابتن ابراهيم. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. ازيك يا وليد حبيبي؟ يا كابتن ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله بالتوفيق دايما ان شاء الله، ونسمع عنك كل خير يا حبيبي. يا رب. وحبايبي بقى بلال واسامه، ازيكم يا كباتن؟ الله يخليك. ازيك يا كابتن وليد؟ عامل ايه يا بلال؟ الحمد لله يا كابتن. 100 100 ناقصنا وجودك بس يا كابتن. الحمد لله، ربنا يخليك. ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ مبروك. مين اللي هيسحب بالقرعه في السعوديه ان شاء الله؟ ربنا يسهل ان شاء الله. اكون موجود مع الاستاذ محمد مصلحي، وربنا يسهل ان شاء الله. يا كابتن وليد ادعوا لنا كده، ادعوا لنا كده، ربنا يكرمنا في اختيار يكون موفق ان شاء الله. اكيد نقطه فاصله، تمسك الحاج محمد مصلحي بالكابتن حلمي طولان بعد ما قدم استقالته، رجع الامور والاستقرار تاني نادي الاتحاد. بص يا اسامه، انت عارف الدوري، الدوري انت لو جبت جدول الدوري صعب جدا السنه دي جدا. يعني تلاقي، بص احنا تقريبا سبع الدوري او ثامن الدوري 20 نقطه، وتلاقي اخر الدوري خالص 13 نقطه او 14 نقطه، يفصل ماتشين بس. انت اتكلمت عن النقطه دي من بدري، اتكلمت عليها من بدري. انا شايف باستثناء ثلاث فرق، الاهلي والزمالك وبيراميدز، بقيه الفرق كلها اي حد يكسب اي حد. والمساله كلها في الملعب. بالظبط. الثلاث فرق اللي عندهم عدد من اللعيبه يعني المتميزين يقدروا يكسبوا اربع خمس ست مباريات ورا بعض، ده مش متاح للفرق كلها. كل الفرق بتكسب مباراه وبعدين تتعادل مباراه وبعدين تتغلب مباراه، فالدوري ده صعب جدا. ولكن يعني بلا كوره، يعني الكوره قليله، يعني هو الاثاره كبيره والحماس والجدعنه والرجوله، لكن الكوره في الملعب قليله طبعا. دي حقيقه، دي حقيقه يا كابتن. ويعني ابرز مثال الاتحاد، خلينا اكلمك في الاتحاد يا كابتن وليد. الاتحاد بيعمل نتائج كبيره جدا، يعني مطلع انديه كبيره جدا، البطوله العربيه الممثل الوحيد دلوقتي المصري في البطوله العربيه، وبالرغم من كده في ماتشات ما تلاقيش الاتحاد. انت شايفها ازاي الظاهره دي؟ بص، هي يعني هي حاله عامه في الكره المصريه، الولاد بيجتهدوا بيطلعوا اقصى ما عندهم. ممكن يكون طبعا العدد برضو، لازم يكون المراكز كلها فيها عدد كبير من اللعيبه، ممكن يكون ده مش متاح مثلا. اللعيبه الاساسيه بتبقى فارقه معانا قوي، ممكن تدعيمات يناير تفرق معانا اكيد اكيد. يعني طبعا تغيير الجهاز الفني برضو، كابتن محمد عمر كان الاول بيدي فكر معين، بعد كده الكابتن حلمي جه فكر مختلف، فممكن يكون ده بياخد وقت شويه عند اللعيبه، لكن في الاخر تاكد ان اللعيبه بتقدم كل اللي عندها اكيد. وبعدين انت هتلاحظوا الفتره اللي فاتت كلها حته القلب والروح والحماس. دي حقيقه، دي دي, دي 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 انا اللي تهمني جدا كمدير كوره، وطبعا الكابتن حلمي بياكد عليها على طول في كل المحاضرات. ان انت العب بحماس وبرجوله لانك بتمثل نادي كبير، وبعد كده الفنيات بقى والامكانيات. ده الدليل ان يعني انتوا بتتعادلوا او بتكسبوا في اخر اوقات المباراه. الحمد لله. النهارده كنت متوقع ان النتيجه تخرج ايجابيه 1-1 او 0-0 سلبيه، اكيد كنت متوقع ان انت تكسب النهارده في ظل المعنويات العاليه لعيبه نادي الاتحاد يا كابتن مريض. لا بالعكس، احنا كنا خايفين من المباراه النهارده فعلا، لان جدا، لان بيبقى صعب جدا انك تقابل نفس الفريق بعد اربع ايام وانت مخرجه من بطوله. فاحنا كنا حاسين، عارفين ان فريق سموحه هيدخل اكثر شراسه، عنده غيابات كلها راجعه، محمد حمدي زكي، اومد اوكري بيبتدي من الاول، حسام حسن راجع، السيد فريد راجع. لا عندهم لعيبه طبعا، سموحه فرقه كبيره ومعاه جهاز فني قدير، كابتن طارق يحيى. لا انا كنت قلقان بصراحه، يعني انا التعادل اسعدني جدا في الدقيقه الاخيره بصراحه. طب الحمد لله، اكيد في طموحات مختلفه الدور الثاني يا كابتن وليد. اكيد يعني برضو ننتظر طبعا الاول الاهلي، هنشوف النادي الاهلي ممكن التعاون يثمر عن ايه، هل ممكن مين اللعيبه اللي ممكن ناخدها من النادي الاهلي تحديدا. هيفرقوا معانا جدا في البطوله العربيه، يفرقوا معانا جدا
في كاس مصر يفرقوا معانا في الدوري. عندنا ثلاث بطولات وعندنا كمان بطولتين او البطوله العربيه بطوله ثقيله اكيد. انت دلوقتي الممثل الوحيد لمصر وبعدين الفرق انت عارفها، الهلال السعودي، اهلي جده، البسقله، مولوديه وهران، الرجاء المغربي، يعني انديه ثقيله، فانت محتاج فعلا تدعيم ويكون تدعيم قوي. بالظبط بالظبط. واكيد التمثيل الاوحد ليك كممثل لمصر في البطوله العربيه اكيد ادى اللعيبه كمان دوافع مختلفه يا كابتن وليد. اكيد اللعيبه والله في كل الاحوال بتبذل اقصى ما عندها، لكن في الاخر انت محتاج عدد من اللاعبين، محتاج في مراكز معينه يكون الموضوع يعني اكثر ثقلا في الملعب علشان تقدر تعمل نتائج كويسه. يعني اتمنى لك التوفيق، اكيد انت عارف احنا بنحبك قد ايه يا كابتن وليد، بنتمنى لك التوفيق وعامل فعلا فرق كبير جدا في فريق نادي الاتحاد السكندري. كل التوفيق ليك والكابتن حلمي ولكل جماهير سيد البلد. شكرا جدا كابتن وليد صلاح الدين. شكرا. مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري.